السلام عليكم ورحمة الله. كيدايرين الخوت؟ صافا بخير. نتمنى أنكم تكونوا في صحة جيدة وبداية أسبوع موفقة. معكم القناة ديال مشاريع أكادير. مرحبا بكم. وبالنسبة للناس الجداد في القناة ديالنا غيتأبوناو معنا، المحتوى ديالنا راه عنده علاقة بالمشاريع الملكية التي تم التوقيع عليها في الثاني من شهر فبراير لسنة 2020، واللي الهدف ديالها هو إعطاء انطلاقة جديدة وانبعاث جديد لمدينة أكادير. مدينة أكادير التي عانت من التهميش لسنوات طويلة بسبب تعاقب مجموعة من المجالس اللي ما كانتش عندها واحد الرؤية استراتيجية، وما كانتش كتعالج المشاكل ديال المدينة، وبينها المشكل ديال السير والجولان. داكشي علاش جات هاد الرؤية الملكية عطات المدينة من حتى مجموعة من المشاريع اللي غتفك العزلة، على بحال دابا الطريقة ديالها على مجموعة من الدواوير، وغادي تخلي الساكنة ديال مدينة أكادير توفر على طريق جديد اللي هو هذا طريق المداري الشمالي الشرقي. نشوفوا واش كاين فيه شي جديد، خصوصا ان هذا الطريق هذا لحد الان تعلت فيه واحد لابارتي اللي تسنى منها دابا هذاك اللي كيتسمى ممر تحت ارضي لدرارقة، وهو تقاطع ديال الطريق المداري الشمالي الشرقي مع الطريق الوطني رقم 11. الطريق الوطني رقم 11 كما كتعرفوا هي اللي كتربط ما بين أكادير مراكش. كما كتشوفوا معنا هنا الطريق المداري الشمالي الشرقي كيتوفر على كما كتشوفوا معنا هنا هذا الواد هذا كيتسمى واد أزراراك. أزراراك هو واحد الدوار اللي غادي ندوزو عليه دابا. إذن أزراراك راه كان تابع للدرارقة، ودابا دابا باقي تابع للدرارقة، باقي تابع لجماعة الدرارقة، ولكن جماعة الدرارقة راه تابعة لأكادير. إذن كما كتشوفوا معايا الطريق هذه فيها دو فوا دو جوج ديال الممرات. الطريق هذا اللي كلف الميزانية مبالغ ليا كبيرة، ولكن لحد الآن كنتظرو. كما كتشوفوا معايا هاد الرومبوان هذا كيدي الأزرق، وعلى يدينا اليسر كيدي حياتي ليلى. بالنسبة لها الطريق هذه كنا كنتسناو انها توصل حتى المرسى ديال أكادير، ولكن كنتفاجئو بان الحد ديالها هو أبارز، وغادي نزلوها من أبارز غيدوزوها على الحي المحمدي باش يربطوها بشارع الجيش الملكي. نتمنى ان هذا الحل هذا يكون حل هو مؤقت في انتظار ان الطريق تدوز من دوك الجبوله وتوصل حتى للمرسى، ان هذا الشيء هو اللي كان توقع امام انظار الملك محمد السادس سنة 2020. بالنسبة للجوانب ديال الطريق، الجوانب ديال الطريق كما كتشوفوا معايا راه كاين فيها شجر الأركان اللي انتعش واحد شوية بدوك التساقطات اللي كانت، واخا هي كانت التساقطات اللي هي ما كانتش كبيرة بزاف، ولكن في زمارة شرب شوية دماء مسكين. وفي انتظار ان يكون شي مشروع ديال الرمسة ديال السقي ديال هاد المناطق هادو الخضراء باستعمال المياه العادمة المعالجة. كما كتشوف معايا هنا مئات من الهكتارات اللي نتمناو انه تبقى بحال هكا. علاش؟ لان الطبيعة راه كتنقي الجو، خصوصا اننا كنعرفو ان السيارات راه ملوثة، الشاحنات راه ملوثة، و الكبرى دابا راه كتحاول انها تستعمل الطاقة النظيفة. باش كنقولو الطاقة النظيفة من بينها هذاك المشروع اللي دايرين دابا في كازا والرباط ديال الترامواي، هذيك راه طاقة نظيفة، طاقة كهربائية. كنا كنتمناو ان مدينة أكادير حتى هي
يكون فيها الترامواي، ولكن المسؤولين قرروا ان يديروا فيها الباصوي. بالنسبه للباصوي اللي غادي يكون في مدينه اكادير راه كيخدم باللورو ديزل، لان كاين يمكن على ما اعتقد غادي يكون الباصوي اللي كيخدم بالطاقه الكهربائيه، ولكن ما كانش هذا الاختيار. هذا نتمنوا انه من هنا للقدام يجيبوا لنا الباصوي اللي كيخدم بالطاقه الكهربائيه. دابا قربنا التيران ديال مدينة اكادير اللي هو ملعب ادرار كما كتشوفوا معايا هنا في الصوره، وهذا على يديكم اليسرى ملعب ادرار اللي من مقرر انه يحتضن مقابلات ديال كاس افريقيا للامم لسنه 2025. كما كتشوفوا معايا هنا الدخلة ديال الملعب الكبير مدخل تارودانت، وكاين المركز الاستشفائي الجامعي اللي مازال مسالو، وهنا على يديك اليمين كاين الطريق اللي كدير تامن لافت. الشركة اللي صايبات هاد اش كيقولوا اليوم هاد الانجليزير هادو هي الشركة ديال ليني بلونش، هي الخط الابيض المقر ديالها جو بونس هو القنيطرة. هادي غليسير اللي كيلعب واحد الدور كبير لأجل حماية السائقين. دابا قربنا للمدخل ديال المحيط، كما كتشوفوا معايا هنا الجبال، راه الشركة المجازين هي اللي قدت هذا البروجي. هذا تحية للشركة والعاملين بهذه الشركة، هذه أثبتت أنها شركة اللي هي قادة على هذه الأوراش الكبرى. طريق المداري الشمالي الشرقي مؤقتا في انتظار ان المشكل اللي عندهم دابا كاين عندهم المشكل ديال الشركه الماسي، وقعت المشاكل في ذاك تريمي ديال ابارز، واش غيديروا تما تريمي ولا غتكون غير مداره مازال ما بان لينا، مازال ما كاينش الوضوح. نتمنى ان يكون تما ممر تحت ارضي، ولكن الا داروا مدار راه ما عندك ما دير. المهم يديروا مدار مؤقتا في انتظار انهم يديروا ممر تحت ارضي، مازال ما عرفناش غادي يكون هذا الباساج فاش غادي. حنا هو هذا هو المدخل الثالث، مازال ما قدوه كاملو، يلا قدوه حتى لهاد المدارة هادي ديال ملعب ادرار، وهذا كيتسمى مدخل المحيط. اللي كيمشي للسونتر فيل خصو يمشي نيشان، والسونتر فيل راه كتخرج في الطريق سريع الحضاره اللي هي لافوا اكسبريس اوربين. اذن الا درت انا على اليسار غادي نمشي للتيران، انا ما غاديش ندور على اليسار غادي نمشي نيشان. اذن كنشكركم الخوت على المتابعه وعلى الدعم، ونتمنى اننا نتلاقاو في فيديو مقبل بحول الله. شكرا لكم.